انا على فكره اعرف الناس دول من زمان، وعلى وجه التحديد سعديه عبد الله. بس العلاقات الشخصيه شيء ومصلحه البلد شيء تاني. اول ما لقيت في تلاعب في بعض الاوراق وحاجات مشبوهه جيت ابلغ على طول، وجبت الاوراق دي اللي تثبت صحه كلامي. متشكرين جدا يا زكي بيه. على فكره احنا كنا بنتابع عبد القادر الجيلاني منذ فتره طويله. انا عارف طبعا يا فندم ان عيون الامن سهرانه على راحه المواطنين، بس يتهيألي الاوراق دي تاثر المسافه، مش كده يا فندم؟ مش محتاجه سؤال، انت فعلا بالطريقه دي بتقدم لنا خدمه كبيره قوي. انا تحت امرك يا فندم، وانا دايما في خدمه بلدي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه. تمام يا فندم. حضرتك قريت الاوراق اللي جايبها يا فندم؟ من غير ما اراها. واحد زي ده لما يجي لحد هنا يبقى اكيد ناوي يقضي عليهم. ربنا يكتر من امثاله يا فندم. اوعى تكون فاكره جاي عشان مصلحه البلد. امال ايه السبب يا فندم؟ اكيد حاجه خاصه بمصلحته هو. معلش، مسيرنا نعرف ايه اللي جابه، ومسيره كمان يقع زي ما وقعهم. قولي لي بقى يا مدام، انت كنت فين لما الجريمه البشعه دي حصلت؟ أنا كنت سهرانة في الجنينة وسمعت صوت جامد فجريت على فوق. ووالدتك كانت فين؟ قابلتها وهي نازلة من فوق وأنا طالعة، وسمعنا صوت صرخة جلال. نازلة من فوق إزاي بس يا مدام كريمة؟ هي مش المفروض تبات في الأوضة اللي تحت؟ أصل أنا ماما بتحبني بشكل خاص، إحنا مرتبطين ببعض قوي من بعد وفاة سامح، وكل يوم قبل ما تنام بتطمن علينا. صدقني حضرة الضابط، هي دي الحقيقة. صدقني. مصدقك يا مدام، مصدقك. هيقوم منها ان شاء الله يا محمود. ابوك عظمة ناشفة يا مجام اللي اشد منها. ايوه يا عمي، بس السن ليه حكم برضه. ربنا معاه يا ابني، وكله بامر. على فكره يا عمي، انا بلغت زينب انك هتبات عندنا النهارده. انا متاكد انك مش هترتاح في الفيلا. فيله ايه يا ابني وشقه ايه؟ انا هروح اطمن بس على اخوك عربي، بيقولوا انهم هيجيبوه النهارده من بورسعيد. ما تخافش يا عمي، انا متاكد ان عربي لا يمكن يعمل كده ابدا. تعيش يا حبيبي، ولما ارجع ان شاء الله هبقى نام على اي كرسي جنب اخويا. ما انا زيك برضو، ما اقدرش اسيبه يا محمود. بس يا ريت يا ابني توصف لي طريق الجسم. ما انت عارف بقالي سنين ما نزلتش مصر، والبلد ما بقتش هي البلد. وانا معقول هسيبك يا عمي؟ أنا هنزل معاك أوقف لك تاكس والسواق هيتصرف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا زينب؟ زينب مراتك يا محمود؟ أيوة يا عمي، عمي فرغلي. أهلا بيك يا حاج. أهلا بيك يا حبيبتي، الحمد لله إن إحنا اطمنا عليك وعلى صحتك. إيه اللي نزلك بس يا زينب؟ مش كنت ترتاح في البيت أحسن؟ أصيلة، مش عايزة تسيبك لوحدك، عايزة توقف معاك. طيب استنيني هنا، هوقف لعمي فرغلي تاكس وأرجع لك. هو عامل ايه دلوقتي؟ يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة. حياتك يا فرج، شد حيلك.
سعيكم مشكور. عينك يا فرج. سعيكم مشكور. سعيكم مشكور. سعيكم مشكور. سعيكم مشكور. سعيكم مشكور يا حاج. نعم بالله. نعم بالله. رجال. الله يخليك. الله يفتح عليك. الله يخليك. اهو كده بجلنا وش نحزن وناخد العزم. ياكش تكون مرتاح دلوقتي. وانت مرتحتش؟ ربنا اعلم بالقلوب. بقول لك ايه، ما تخليش الفار يلعب في عبي. انت ما خلصتش يا عمي. يا عمي مش كل اللي يكتب يرتاح قلبه ويفرح. كيف حالكم رجال؟ كيف حالك؟ ما بتردش ليها فرق. حياتك الباقية يا باشا. وده ميت مين ان شاء الله؟ ميت ابن عمي. ابن عمك اللي مات من 30 سنة. هو بعينه. وايه اللي فكركم دلوقتي؟ ملوش عزل كلامي حضرة الظابط. احنا عارفين انت جاي ليه وجاي تاخد مين. روح معاه يا فرج. روح وانت رافع راسك. هاتوا. مش لازم الكلام يا ام فرج. بعيد عني. خش جوه. بعيد يدك عني. قعدت بتزن على ودانا لحد وقعت في الخيل. طريق اللي راجع تاخده يا فرج طريق. دول عايزين يبعدوك عشان ياخدوا ارضك. بينكم لله يا زلمه، بينكم لله. يا صابر، لسه ما افتكرتش كنت فين امبارح من الساعه 3 للساعه 4 بعد نص الليل. ما قلت لك يا سعاده الباشا، اصل انا تعبت من الوقفه في الصاله فدخلت رايح شوية. أصل مؤاخذة ليا أوضة خصوصي جوه في المحل. بس الشهود بيها كده غير كده. كدابين يا سعادة الباشا، وشرفك كدابين. أنا بحق ودية بعيد عنك. قولي لي يا همت، صابر كان موجود في الوقت ده في أوضته؟ ما حصلش يا باشا. القفل كان على الباب والناس كلها شافته. عيب يا همت، مش علشان اتخانقنا مع بعض تقومي توديني في داهية. أنا بقول يا بيلي يخلص ضميره من ربنا. العمدة كان ابن حلال وطيب. وما يستاهلش اللي حصل له ده ابدا. ايه لسه مش عايز اتكلم؟ لسه يا فندم، بس انا معالي الصبح. وعلى ايه تتعب نفسك؟ خلي البت دي تمضي على اقوالها وتروح، وهو تحوله للنيابه بكره الصبح بتهمه الشروع في القتل. نيابه ايه يا سعاده الباشا؟ انا انصب يمكن اطلع منه قرشين بالحداقه جايز، انما اقتل لا يا سعاده الباشا. على فكره احنا لقينا سلاح الجريمه وبدون بصمات. السلاح ده مع الجوانت اللي لقيناه عندك وعدم قدرتك على اثبات مكانك اثناء وقوع الجريمه ملهمش غير معنى واحد بس، ان انت اللي حاولت تقتله. يعني خلاص ما لقيتوش غير تشيلوها له. اخرس لمرمط بكرامتك الارض. احنا هنا ما بنشيلش حاجه لحد. انت اللي مشبوه وصحيفه ثوابك مليانه على اخرها. وانت مش عايز تقولها كنت فين ساعه ما حصلت الجريمه؟ انا قلت لك ده عندي ودماغه ناشفه، خليه يروح في 60 داهيه ما دام هو عاوز كده. اسمع يا ابني، انا عايز اروحك وانت اللي عايز تشيل نفسك قضيه زي دي. ودي ما بقتش قضيه عاديه، دي بقت قضيه راي عام. يعني من بكره الجرايد هتكتب عنها، ويوم ما تقف قدام القاضي هيديك اقصى عقوبه. همة تروحي انتي. متشكره قوي يا بيه، ربنا يعمر بيتك. السلام عليكم. امين. تمام يا فندم. نزلوا الحجز وبكره ترد عن النيابه. حاضر يا فندم. حجز ايه ونيابه ايه يا باشا؟ انا هتكلم يا باشا. هتتكلم ولا هتقعد تلف وتدور وتقول انك كنت تعبان وبتستريح في اوضتك؟ لا هتكلم يا سعاده الباشا. بصراحه كده الوقت اللي سعادتك بتتكلم عليه ده امبارح في شقه اتسرقت في العجوزه، والشقه ديت انا اللي سرقتها يا سعاده الباشا. حلو قوي. قول لي بقى سرقت مين وازاي وامتى؟ هقول لسعادتك، اصل اللعبه ديت انا بلعبها من زمان. الزبون بيجي لنا المحل ويقعد يشرب كاسين، ولما يتوه ويعتول اروح داخل انا واتسحب خفيف خفيف والقط المفاتيح وتطلع منهم نسخه تانية. مظبوط يا سعاده الباشا، الله ينور على سعادتك. اما يجي لنا مره تانية المحل بقى اروح زاق عليه بنت من البنات تخش كلمه في هق في مق وتلزق جنبه ما يتحركش لغايه ما اروح انضف الشقه اخر نظافه وارجع بالسلام. شفت يا عربي؟ شفت اخر مشيك البطال؟ يابا يابا انا ماليش دعوه بالكلام ده، انت ايه اللي جابك هنا بس؟ الله ما بقاش قلبك خفيف. ابنك ملوش في الكلام ده.
انت بتاكل من الزعيق اللي بيزعقوا جوه؟ فنجرك بقه بس. خايف يوجعوه فيها يا ابو هادي، ده اللي ما حبتيش غيره. متخافش، جمد قلبك يا راجل. الظابط اللي جوه ده كده 10/10 دماغ وعيل صغير يلزع القضيه لاي حد والسلام. ده نحسي ايه ده بس يا ربي؟ يبقى اخويا راجل بين الحياه والموت وابني مقبوض عليه. يابا انت بتسمى اخوك ده اخ. طيب ريحني وقول لي كنت فين ليله امبارح؟ ما اقدرش يابا ما اقدرش. يبقى الظابط ما غلطش لما جابك هنا، مفيش بينك وبينه عداوه عشان يقبض عليك كده برضه. ابو هاني ما كانش العشاء. لا مؤاخذه ابو الزمر، شعر السجن قال ايه؟ نفسك ثم نفسك ثم نفسك، قالش واخرين. بعد اذنك اتفضل اتفضل. اخرج انت. اسمع يا عربي، انا حاسس انك ملكش يد في اللي حصل ده. اللي عايز يقتل مش معقول هيروح يقف قدام باب الراجل اللي عايز يقتله. اسمع يا ابني، خلصنا وخلص نفسك. انت عايز تروح واحنا كمان عايزين نروح، وابوك الوقت بره على الباب عايز يطمن عليك. وانا عنده لك يا باشا، بس يعني بعد اذن جنابك يعني اتصل بالباشا خالد الكيلاني في مكتب المخدرات وقول لك انا مين بالظبط. لكن انا باشا والبصحة في الشريف، ما اقدر اقول حاجه من غير اذنه ابدا. العقيد خالد الكيلاني؟ طب وايه علاقته بالموضوع؟ سعادتك تكلمه يا باشا، سعادتك تكلمه، لكن انا ما اقدرش اتكلم. ماشي، اطلبه لي يا مروان، ولو ما كانش موجود في المكتب خليهم يطلبوا لي في البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ مالك يا عزه بتعيطي ليه؟ ايه اللي حصل؟ يوه تاكلنا بكره. ايوه ماما. العمده برضو بقى بعد كل ده وبتعيطي عليه؟ يا ماما العمده ما عملش حاجه عشان اكرهه، بالعكس انا اللي اتخليت عنه. بس ده لسه عايش. اتقالي انهم مش ناشرين اي تفاصيل عن الخبر، ولا حتى حاولوا يقتلوه ازاي، ولا حالته عامله ايه دلوقتي. واحنا يهمنا ايه في كده؟ يموت ولا يعيش ما تفرقش. المهم انك تروحي دلوقتي تاخدي ابنك منه وتطلعي على الفيلا عشان كل الناس تعرف. ما ينفعش نخبي بعد اللي حصل. لا يا خالد بيه، معقول يكون في مهمه معاك وقعدوا؟ لا 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 لا، احكام ولا مدريه ولا كلام من ده خالص. ماشي يا باشا، عناية همشيه. حاضر. لا ده انا اللي متشكر قوي يا باشا، الف شكر. يلا ربنا يوفقك يا خالد بيه، يلا مع السلامة. ايه انت فاكر ان انا هروحك بجد ولا ايه؟ امال ايه يا باشا، مش سعادتك لا مؤاخذة يعني كلمت خالد باشا الكلاني الكبير؟ طيب يلا روح، واحنا كمان عايزين نروح زيك. خير يا باشا؟ ابني اخباره ايه؟ ابنك المرة دي طلع راجل يا ريس فرغلي، كان في مهمة مع الحكومة. عربي؟ ايوه يابا، انا خارج وراسي مرفوعة، والدليل ان انا هروح معاكوا دلوقتي. وانا لا مؤاخذة يا باشا، مش هتروحني دلوقتي؟ انت بقى لو رجعت من المديرية بكرة معلكش احكام ولا حاجة هروحك بعد العرض على طول. وماله سعادة الباشا؟ يعني نقضي ليلة في الحجز ما يضرش. يا ابو هاني الحجز وحشك ولا ايه؟ برضه سعادتك بيبقى له زهوة لما يبقى الواحد فاهم انه مروح، غير لما يتحبس على ذمة قضية وما يعرفش مصيره ايه لا مؤاخذة. اتفضل يا باشا. ايه دي؟ حمودة؟ ليه؟ ناقصه ايه تاني عشان نتاجر في المخدرات؟ يابا وطي صوتك، انا ما اتكلمش لما استأذنتش خالد باشا الكلاني الكبير. ايوه كده، هلا فرح قلبي مرة. وهتفرح على طول يابا، بس بعد ايه؟ ما وقعوا الوقعه اللي هي عشان اعرفه ازاي ارتصني ويشيلني البودره على عمايل. يعني خلاص مفيش تهريب بعد كده؟ خلاص يابا خلاص، توبه من دنوبه. الحمد لله يا رب. يا عمي
ابويا ابتدى يفوق يا عمي، ابتدى يفوق. الحمد لله، مش قلت لك هيعدي منها؟ الف حمد وشكر ليك يا رب. طيب حضرتك خليك هنا وانا هروح اتصل بيهم في البيت حالا حالا. ها طيب. الحمد لله. حبيبي اخويا، حبيبي اخويا. اتفضلي يا ست هان، الباشمهندس صاحب البدر قاعد بيفطر. دكتور عزة تتفضل. تتفضل فين؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ امشي اطلع بره. للاسف مش هتقدري تفرضي عليا ارادتك زي زمان يا سعديه. انا النهارده معايا حمايه ما تقدريش عليها، وليا هنا زيك ويمكن اكتر، والبيت ده قبل ما يكون بيتك هو بيتي. بيتك؟ بيتك منين يا روحي؟ بيت مختار الصغير ابن العمدة. تعال خد اخوك يا باشمهندس. اوعى تتحرك من مكانك. تاخد ايه؟ دي كدابة. لا انا مش فاهم حاجة، الولد ده يبقى اخويا انا ازاي؟ والدك كان متجوزني يا باشمهندس، والهانم عارفة. بص له كويس عشان تعرف اذا كان اخوك ولا مش اخوك. لعبة رخيصة قوي، شفناها 100 مرة في الافلام العربي الابيض والاسود. اتفضل ادي شهادة ميلاد مختار، ودي اسامة الطلاق بتاعتي، والتاريخ المكتوب في الاتنين بيقول ان الحمل تم وانا على ذمتي. يا سلام، ده انا اطلعلك مليون نسخة زي اللي انت بتطلعهم دول. وبعدين طلعتي له شهادة ميلادي ازاي وانت ما معكيش بطاقة ابوه؟ كان معايا صورتها يا مدام، ولما سألوني عليه قلت لهم ده مسافر. الورق اللي معاكي ده بليت شامل ميته، ولو ليكي حق ابي خديه يا حبيبتي في المحكمة، لكن رجلك تتحط هنا هكسر قلبك. معنديش استعداد اتفرج على فضحتك وفضحتي بعناية. ايوه سعادة البيه، انا اللي قتلتها. قتلتها لانه كان محاول حياتي كلها الجحيم. كان لازم انتجم منه، انتجم لروحي وانتجم لبوي، بوي اللي السجن هدى، وانتجم لعمي، عمي اللي اتقتل ولسه عريس. يا ابني يا حبيبي يا ابني، انت شكلك كويس وبتفهم والله. ده الناس الجهلة بطلوا ياخدوا بالطار. الله، امال احنا بنعمل ايه هنا؟ النيابه تبرئه من القضيه وانتوا تحكموا عليه بالاعدام. قتلته كيف يا فرج؟ جزيت ركبته بالعشوره يا بيه. العشوره دي اللي انتوا بتقطعوا بيها الموز؟ ايوه سعاده البيه هي. وهي فين دلوقتي؟ خبيتها فين؟ رميتها وانا بجري يا بيه. رميتها فين؟ يا في الجنينه يا بعد ما نطيت من السور طوال يا بيه. احنا فتشنا الجنينه ما لقيناش اي حاجه، هتكون راحت فين يعني؟ الله اعلم يا بيه، الله اعلم راحت وين. الو، اي انا عصام. شوف يا فرج، احنا لازم نعرف هي راحت فين. ويفيد بايه بس يا سعاده البيه؟ انا القاتل وانا معترف. اقتلوني يا بيه، اشنقوني، ابوس ايديكو. كويس قوي. لا انا جاي حالا. قوم بينا يا مروان، رجع الواد ده الحجز. ايه الحكايه يا فندم؟ العمده فاق في المستشفى، رجع الواد ده الحجز ولا بنكمل معاه بعدين لما نرجع. يلا حاضر. شوف جميل ازاي يا عمده، شبعك خالص. انا اسفه ان انا خبيت عليك، بس كنت خايفه منك ومن مراتك، لكن لما عرفت اللي حصل قلت لازم اعرف اخواته. بس الحمد لله ان ربنا مد في عمرك عشان تشوف. لا لا ما تبكيش يا اخوي، ان شاء الله هتقوم بالسلامة وهيتربى في عزة. مسامحك والله العظيم مسامحك من كل قلبي وربي شايف. انا عارفة اني ضايقتك كتير، لكن غصب عني سامحني. ان شاء الله لما تخف وتخرج من هنا هسمع كل كلامك ومش هزعلك ابدا. يا
حبيبي يا بابا، حبيبي يا بابا. ازاي يا دكتور؟ ازاي تسمح لهم بزيارته؟ يا فندم الراجل بيموت، مفيش اي امل انه يعيش. ده سبب اقوى كان يخليك تمنعهم من زيارته، كان لازم تدينا انا الفرصه دي. انا اسف، هدي تعليمات حالهم يخرجوا. لا خلاص، انا هخرجهم بمعرفتي. تحت امرك يا فندم. القاتل عندنا معترف، حضرتك ليه متضايق كده؟ الواد الصعيدي ده كلامه مش مريحني، بيقول لك جزيته من رقبته، يعني ذبحته. ازاي ذبحوا ده بعاشورة والاصابة اساسا سببها طعنة سكينة بسن مدبب زي ما تقرير الطبيب الشرعي قال؟ يمكن يا فندم مرتبك او بيحاول يطلع نفسه براءة عن طريق اختلاف سلاح الجريمة مع السلاح الموجود في التقرير. لا، الواد ده لو عايز يضحك علينا ما كانش اعترف من الاول بالسهولة دي. العمدة، العمدة هو الوحيد اللي هيخلينا اتأكد. شد حيلك يا عم، على فكرة انا حامل وكنت ناوية إن شاء الله أسميه مختار، بس بقى مدام عزة سبقتني. بس أنا برضو هسميه عماد عشان كل الناس تندهله وتدلهه بعمدة ويبقى على اسمك برضو. إن شاء الله يا بابا تقوم بالسلامة وتربي مختار أخويا بنفسك. من فضلك يا باشمهندس، من فضلكم كلكم تفضلوا بره. معلش، أنا مش هسيب أبويا، اللي عايزين تقولوه قولوه هنا. إيه ده يا محمود؟ احنا هنقعد مع العمدة دقيقتين بس، اتفضلوا كلكم لو سمحتوا. اتفضل يا حاج لو سمحت. هو الشافي المعافي، يا شافي المعافي يا رب. انا جاي اطمنك، احنا قبضنا على الولد بتاع السعيد واعترف ان هو اللي عملها. مش هو؟ امال مين؟ يا ريت يا فندم كان بيعرف يقرا ويكتب، كنا جبنا له ورقه وقلم. طب اسمعني كويس يا عمده، انا هقول لك اسمائهم واحد واحد، ولما تسمع اسم اللي ضربك حرك راسك او اي جزء من جسمك تقدر تحركه. مين اللي ضربك يا عمدة؟ حد من البيت؟ مين؟ جلال؟ محمود؟ سعدية مراتك؟ إحساسك كان في محله يا فندم. سلاح الجريمة تقلب عليه الفيلا، لازم يكون تحت ايدي النهارده. ده ايه في حياتكم يا جماعه؟ ابويا، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله يرحمه ويحسن إليه، كان فاتح بيوت كتير وياما عمل خير لوجه الله. اغفر له يا رب، اغفر له لأجل حبيبك المصطفى. يا بهدلتنا من بعدك يا عمدة. أنا السبب يا عم، كان طلب مني قبل ما يموت إن أنا أرجع الفيلا لكن أنا رفضت. يمكن لو كنت سمعت كلامه كنت قدرت أنقذه. ده قضاه يا ابني، جدا ربنا ما يقدرش يهرب منه ما دام مكتوب له، ولا حتى يقدر يحميه الجيش الامريكاني. الناس قربوا يبني عزو وانا مش عايزه فضايح. اتفضلي اطلعي بره وخدي الواد اللي احنا مش عارفين انت جايباه من انهي داهيه ده معاكي. الواد ده يا اخونا يا سعديه، ومش هيخرج من هنا غير على جثتي. انت ما تتكلمش اصلا لان انت مالكش حاجه هنا اساسا. لا ليه يا سعديه؟ يا ليلى خدي الولد وقعدي في العربيه. يا سعديه هانم، المرحوم قبل ما يموت عمل وصيه وساب لكل واحد حق. الوصيه دي اتكتبت عند محامي من طرفي
وتسجلت في الشهر العقاري على يدي، ومن بكره الصبح هخلي المحامي يشوف شغله. بره، اطلع بره. انتوا فاكرين نفسكم هتقدروا عليا؟ يا اخي ده بودك، انتوا مجرد عصابه درجه ثالثه، حشرات ادوسكوا برجليا من غير ما اخد بالي. ايه ده؟ انت ازاي تعملي كده؟ بابا لاخر لحظه في حياته ما اعترضش على كلامها، وبعدين دي معاها شهاده ميلاد، يعني الولد ده اخويا يا ماما. ماما كانت هتموت، انا لا امك ولا ام حد. ولو كنت عايز تحافظ على علاقتك بيا ما تتدخلش في اللي ما يخصكش. ما تدخلش ازاي؟ الولد ده اخويا يعني من لحمي ودمي. خلاص يا حبيبي، يبقى تخرج معاهم. محدش هيقعد هنا غصب عني. الفيلا دي انا اللي عاملاها، الشركه انا اللي عاملاها، ابوكوا ما عملش حاجه. بتطرديهم من بيت ابوهم وهو لسه راجد في ثلاجه المستشفى؟ امال لو اتدفن ولو عدى عليه سنه هتعملي فيهم ايه؟ اهلا برئيس العصابه، ابقوا خدوه في ايدكم وانتوا خارجين. منك لله يا ظلمه، منك لله. عايزه اتفرجي بينهم زي ما فرجت بيني وبين اخويا؟ مش كفايات قعدتي توسوسينه لحد ما لقى رب كريم وذنوبه ميل اكتافه بسببك؟ منك لله. يلا يا اولاد، يلا استهانم، دي ما يقدرش عليها غير الحكومه. استنى يا عم، استنى، دول لو خرجوا انا هخرج معاهم قبلهم كمان. كريمه انت اتقبلتي؟ تقفي ضدي؟ انا عمري ما وقفت ضدك يا ماما، لكن ما اقدرش اسكت وانا شايفاكي بتطردي اخواتي من الفيلا. انت كده بتقسميني نصين. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. شرفت يا باشا. اهلا يا باشا، كنت فاكراك هتقدر ظروفنا وتأجل التحقيق شوية. مفيش تحقيق ولا حاجة يا هاني، خلاص احنا عرفنا القاتل. والله أكيد قبضتوا على الولد بتاع السعيد. بالظبط كده، قبضنا عليه واعترف، بس مش هو اللي عملها. غريبة، أمال مين؟ أنت يا سعدية هاني، أنا معايا أمر بالقبض عليكي وإذن من النيابة بتفتيش الفيلا. يمهل ولا يهمل، الحمد لله ربنا صار الحق. وهشوفها قبل ما اموت وهي بين ايدين عشماوي. من يوم ما عرفته وانا حاسس ان هي اللي قتلته. انا كنت لسه من يومين بتكلم مع اسامه صاحبي قبل الحادثه، وبقول له انا خايف عليه منها. منها لله يا ابني، منها لله. تقدري دلوقتي يا دكتوره تقعدي في الفيلا زي ما انت عاوزه. انا ما جيتش عشان الفيلا يا عم حسن، انا جيت عشان اعلن عن وجود مختار لاخواته، واذا كان على حقوقه انا متاكده وعارفه كويس انهم مش هيظلموه. مختار في عينينا يا دكتوره. اوعي في يوم من الايام تفتكر ان كلنا زيها. اعوذ بالله، هي دي يا ابني ليها زي؟ الحمد لله ان ربنا كشف سترها عشان يندفن ابوك بكره وهو مرتاح. انا مش قادر افهم على اي اساس انتوا بتعملوا كده. جوزك اتهمك قبل ما يموت يا هاني. يا باشا ما انت عارف المشاكل اللي كانت بينا، وبعدين ده اما راجل بيخرف قبل ما بيموت يا اما عايز ينتقم مني. بيقولي كل اللي انت عايزه تقوليه في التحقيق. تحقيق ايه؟ هو الراجل يموت مقتول، وانتوا بدل ما تدوروا على العمل العامله السودا دي جايين تبهدلوا فينا. المفتاح لو سمحت يا مدام. مفتاح ايه؟ الدرج المقفول. بس ده فيه اوراق شخصيه. وماله؟ نشوفها. بص الأوراق دي يا فندم. معناه إيه الكلام ده يا هاني؟ معناه واضح يا باشا، محمود ما هواش ابن العمدة. أمال ابن مين؟ ابن صاحبي اللي مات لما دهشوري حاول يضرب النار على العمدة، قام العمدة صعب عليه الواد خده يربيه. ومحمود عارف الحكاية دي ولا لأ؟
لا طبعا. وايه اللي خلاكي تحتفظي بالاوراق دي؟ ايه ده يا مريم؟ هيكون هي اكيد حاجه من حاجات سامح الله يرحمه. والدم اللي على السكينه ده من حاجات سامح برضه الله يرحمه؟ انت اكيد اللي حطيتها لي. انا؟ ايوه، علشان تصفي الحساب القضيه القديمه يا حضره الضابط. مفيش داعي للانكار يا مدام. انا قلت كل اللي اعرفه. انا اللي قتلت بابا، وانا اللي خبيت السكينه كمان. كريمه تتجننتي؟ من فضلك يا مدام سعديه سيبيها تتكلم. اسيبها تتكلم يعني ايه؟ تودي نفسها في داهيه؟ يا حضره الضابط دي عايزه تضحي بنفسها علشاني، متصوره ان انا اللي قتلته. صحيح الكلام ده يا كريمه؟ لا لا. امال بتعيطي ليه؟ متبقيش مجنونه، انا ما قتلتوش. براءتي هتظهر هتظهر، ما تبهدليش نفسك على الفاضي. من فضلك يا مدام سعديه استني بره. يا باشا افهمني، انت ظابط شاطر يهمك توصل للحقيقه. لو انت عايزني اعترف لك دلوقتي ان انا قتلته علشان تسيبها انا مستعده، بس انا ما قتلتوش. هنعرف كل حاجه دلوقتي. خدها يا ابني عاده في مكتب جمال بيه وخليك معاها. حاضر يا فندم. اتفضل يا مدام. اتفضل يا مدام كريم. ايه يا محجوب ما بتردش ليه؟ ايوه يا هبه، معلش يا ريت تروح تشوف ايه اللي حصل. انا مش متصور ان كريمه ممكن تعمل كده. هي اكيد اكيد عايزه تنقذ ماما سعديه وهتودي نفسها في 60 داهيه. انا متشكر قوي يا هبه، بس يا ريت يعني لو سمحت تروح لهم باسرع ما يمكن. مع السلامه. مع السلامه. ايه اللي بتعمله ده؟ انت عايزهم يطلعوا سعديه براءه وياخدوك انت؟ انا مالي؟ انا مالي؟ مالك ازاي؟ ما هو ما فاضلش غيرك لو سعدية طلعت براءة. أنا ماليش دعوة بيها. أنا أهم حاجة عندي إني أطمن على أختي. سعدية دي ست مفترية ما تستاهلش أي حاجة. وأنا لو اتخليت عن أختي هبقى زيها ويمكن أسوأ كمان. خد كفاية عليها كده. رد عليها بقى وقول لها زي ما فهمتك بالظبط. الو؟ ايوه سعديه هاني، انا اسف والله جات لي كريزه الكلى. انا والله بكلمك دلوقتي من العربيه وانا رايح المستشفى. يا خبر؟ معقوله؟ ده كلام برضو؟ قلبي معاكي والله يا سعديه هاني. عموما شوفي محامي تاني، وانا اول ما اقف على رجليا انا هجيلك بنفسي. معلش يا سعدية هاني مش هقدر أكمل معاكي الكلام لأني مش قادر أتكلم. مع السلامة يا فندم. كويس كده، يلا. كده تعجبني. من هنا ورايح مش عايز يكون لك علاقة بيها خالص، لا هي ولا عبد القادر. بس بصراحة يا باشا بقى، زيارتك لعبد القادر بيه دلوقتي ضربة معلم. اللي أقول يا محجوب، هما بتوع الأموال ساكتين عليهم ليه لغاية دلوقتي؟ لا يا باشا، ده لسه في إجراءات قانونية وتحريات، دول مش هيقبضوا على أي حد. اهلا 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 وسهلا. اهلا حمد، نورت الفيلا يا زكي. اهلا يا محجوب. اهلا يا باشا، اتفضلوا. شفت اللي حصل لسعديه؟ حصل لها ايه تاني؟ مش لقوا سلاح الجريمه عندها في الاوضه ووجهوا لها تهمه قتل العمده. تعملها دي ست مخها طائق وممكن تعمل اي حاجه. على فكره يا عبد القادر، انا النهارده جاي مخصوص علشان احذرك من شيء خطير جدا. شيء خطير؟ في ايه يا زكي؟ في الحقيقة في صديق ليا مسؤول اتصل بيا وقال لي ان بتوع الاموال العامة بيعملوا تحريات عنك وهيقدموا طلب علشان يرفعوا الحصانة عشان يقدروا يحققوا معاك. يرفعوا الحصانة عني انا؟ مستحيل، مفيش اي حاجة ممكن يوصلوا لها ابدا.
لا ممكن، في حالة إذا حد مننا طلع أسرارنا بره. قصدك؟ أيوة سعدية دي تبقى جننت لو عملت حاجة زي كده. أنا هوديها في 60 داهية. أنا شخصيا أمنت نفسي وجايلك مخصوص علشان أنت كمان تاخد احتياطاتك. أنت كمان عضت فيك؟ تخيل بعد كل اللي عملته لها. الظاهر أنا تخيلت أن أنا جيت في صفك لما خلتوني أحكم في موضوع طلاق الأولاد. مجنونة. أنا هعرف إزاي أنسفها من على وش الدنيا. كريمة كريمة أنا مش فاضي، لو ما اتكلمتيش هقبض عليكم انتوا الاثنين وهحولكم للنيابة. ما أقدرش ما أقدرش. تمام يا باشا، الأستاذ قابل المحامي عايز يحضر معايا التحقيق. قوي خليه يتفضل، يمكن يقدر يقنعها تتكلم. اتفضل يا متر. مساء الخير يا فندم. أهلا يا متر، اتفضل. معترفة بالقتل وبتقول إن هي اللي خبت السكينة في أوضة والدتها. جلال قال لي على كل حاجة. كريمة، في إيه يا كريمة؟ أنت متخيلة إنك لما تعملي كده والدتك هتطلع منها؟ في تقرير طبيب شرعي وإعادة تمثيل الجريمة، لا إحنا ولا النيابة هناخد بكلامها ونلزقه في محضر من غير ما نفكر فيه. خدي بالك، أنت كده هتتهمي بالاشتراك معاها وإخفاء سلاح الجريمة. فهمها متر، قول لها الجريمة دي عقابها قد إيه في القانون. أنت هتكسبي إيه يا كريمة لما تتحبسي معاها؟ المفروض تبقي بره علشان تقفي جنبها وتساعديها. حرام عليكم حرام عليكم، انتوا عايزيني اشهد على امي. تشهدي؟ تشهدي على ايه؟ انا مش هتكلم، مش هقول ولا كلمه. لا 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 لا، صدقيني احنا مش محتاجين شهادتك ضدها. موقفها مش ممكن يكون اسوأ من كده. والدك اتهمها قبل ما يموت ولقينا سلاح الجريمه في اوضتها. انا السبب، انا اللي حطيته، انا اللي قضيت عليها. طب انا هتفق معاك اتفاق، قولي لي الحقيقه زي ما حصلت بالظبط من غير محاضر ولا رسميات، واوعدك اوعدك ان مش هستغل ولا كلمه من اللي انت هتقوليه ضدها. اتكلمي يا كريمه، لو عندك حاجه يبقى لازم تقوليها. اتكلمي ما تخافيش، انا متاكد ان حضره الضابط هينفذ وعده ليكي. حاضر هتكلم. انت قلت انك لما خرجت تشوفي جلال بيصرخ ليه لقيتيها نازله من فوق، رغم ان هي بتبات في اوضه سامح يعني تحت. هو ده اللي خلاني احس ان ليها علاقه باللي حصل. وبعدين؟ وبعدين لما دخلت اوضه بابا ولقيته في الحاله اللي هو فيها، وبصيت لقيت السكينه جنبه، شكي زاد. وفجأة اكتشفنا ان بابا لسه عايش. صرخت فيهم وقلت لهم بابا لسه عايش واحنا واقفين نرغي، اطلبوا الاسعاف. كنتوا بترغوا في ايه؟ ماما كانت بتتهم جلال ان هو اللي قتل بابا وهو نايم. طب انت مستبعدة الاحتمال ده؟ معرفش، بس انا حسيت ان هي ليها علاقة باللي حصل. طب كمل. وبعدين خرجوا كلهم من الأوضة. اطلبوا الأسعاف بسرعة. انت ايه اللي خلاك تخبيها في اوضه سامح؟ ما خبيتهاش في اوضتك انت ليه؟ انا قلت ان اوضه سامح تحت وبعيده عن الاوض بتاعتنا، نزلت جري وخبيتها. انا متهالي كده ساعتك يا فندم كريمه تقدر تروح معايا. طبعا، بس في سؤال اخير، ما واجهتيش والدتك بعد كده؟ يعني هي ما خدتش خبر ان السكينه موجوده في اوضه سامح اللي هي بتبات فيها؟ ما قدرتش اواجهها، حاولت اهرب وانسى، ما قدرتش اواجه امي بان هي اللي قتلت ابويا. لا 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 لا، فرج فرج، روق كده وصل على النبي. خد الصلاة والسلام. خد ولع. ما بدخنش والله. طب ليه؟ انت لازم تتعلم قبل ما تخش العنبوكة ويفتكروك هناك اخضر.
وياكلوك. انا مش فاهم الضابط ده راح فين، مهمني لغايه دلوقتي ليه؟ كل ده عند العمده في المستشفى. ايه خايف ولا يكون لسه عايش؟ لا، عايز اعرف راسي من رجليا. هو مهمني لغايه دلوقتي ليه؟ ما بعتليش يكمل معايا التحقيق ليه؟ الله اعلم، جايز العمده قال له حاجه كده ولا كده، غيرت الموضوع. هيقول له يا عاد، هيقول له ايه؟ اني اللي قتلته، اني اللي قتلته. ومالك فرحان قوي كده؟ اني اللي قتل، خبر ايه؟ مش جايز ربك ستر؟ وبدل ما تتصوا حكم جريمه قتل، يعني تاخد شروع في قتل حاجه كده على الضيق يعني. كلام ايه ده يا ابو هاني؟ ما انت جيت عندينا البلد وشفت بعينيك. حسك عينك السيره دي تيجي نوبه تانيه على لسانك، ولا تغلط وتقول اني بعت جواب بالعنوان. ما تخافش يا ابو هاني، ما تخافش، انا عمري ما اذيت مخلوق واصل. امال قتلت ازاي؟